دائما في ضغط يعني بمجال الأبحاث، لأنه دائما في ديدلاين لتقديم البحث، وفي متعة بنفس الوقت، يعني في ضغط نفسي كبير، لكن لما الواحد بينتهي وبينجز البحث وبيخلص وبيشوف اسمه مشارك بمؤتمر دولي فيعني شعور رائع. أنا محمد العيسى من مدينة بصرة الشام محافظة درعا، حاصل على إجازة بالفيزياء من جامعة دمشق وماجستير بالوقاية الإشعاعية وأمان المنابع المشعة وأمنها من هيئة الطاقة الذرية السورية. سافرت لألمانيا بنهاية 2013 بداية 2014، وحاليا بشتغل كفيزيائي طبي بمشفى جيسن الجامعي وكباحث في جامعة وسط هيسن التقنية، وبالمراحل الأخيرة من تحضير لرسالة الدكتوراه. طب رسالة الدكتوراه هي بمجال علاج السرطان الإشعاعي، تطوير أجهزة علاج السرطان الإشعاعي بمجال الفوتونات. بالنسبة للبحث بينصب على الجرعات الإشعاعية بوجود حقول مغناطيسية خارجية. الموضوع هو عبارة عن أجهزة حديثة جدا، من خلال هالأجهزة فينا نشوف الورم مباشرة خلال التشعيع، وبالتالي عندنا قدرة إنه نشع الورم بجرعة عالية وحماية الأعضاء السليمة المحيطة بالورم. طبعا الجهاز لا زال جديد، والأبحاث فيه حاليا يعني في نوع من الفضول تجاه النتائج. بدأ محمد دراسة ماجستير الفيزياء الطبية في جامعة وسط هيسن التقنية عام 2016. لفت انتباهي منذ البداية اهتمامه الكبير والأسئلة التي كان يطرحها، فاقترحت عليه أن يبدأ الدكتوراه تحت إشرافي. كان سريعا في فهم الاختصاص وتطوير معرفته، على الرغم من اختلاف اللغة وعدم معرفته السابقة بالمجال الذي نبحث به. ما نقوم به معقد جدا، ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة في مجال الفيزياء وفي الدراسات النظرية، ويحتاج الطالب عادة لوقت طويل ليتمكن من فهم الاختصاص. استطاع محمد دخول المجال بشكل سريع والتميز فيه، وأود أن أقول أنه يعمل حتى اليوم بشكل جيد جدا، وهو في المراحل الأخيرة من الدكتوراه، وأنا متأكد أنه سينهيها هذا العام ليتابع طريقه ومستقبله بعدها. شاركت بالمؤتمر الألماني للفيزياء الطبية اللي يقام كل عام، وطبعا بشارك كمحاضر. شاركت بالمؤتمر الدولي للفيزياء الطبية ببراغ بال2018، وشاركت بالمؤتمر الأوروبي للفيزياء الطبية بكوبنهاجن بال2018 كمان. حاليا تقريبا كل سنة في مجموعة من المؤتمرات. المؤتمرات القادمة لها العام هو المؤتمر الأوروبي للعلاج الأورام كمان بكوبنهاجن، راح يكون بعد أقل من شهر. حاليا حضرت كل شيء، عندي مشاركتين بهالمؤتمر، عندي مشاركة بالمؤتمر الأمريكي للفيزياء الطبية راح يكون بشهر 7 بواشنطن دي سي، وعندي مشاركة أيضا بالمؤتمر الألماني بآخم بشهر سبتمبر. بالإضافة ل يعني دائما في أبحاث عم نكتبها، عم بشتغل حاليا على بحثين للنشر، وفي بحث تم نشره من فترة بمجلة دولية. بدرس بمخبر الأشعة، وهو مخبر لطلاب الهندسة الطبية بالسنوات الأخيرة، لجانب عملي البحثي بالجامعة بمشفى جيسن الجامعي بشتغل كفيزيائي طبي. بعد الدكتوراه ممكن أعمل البوست دكتوراه، لحتى بوقت من الأوقات أحصل على شهادة بروفيسور، يعني أكون كبروفيسور بالمجال. ما بنعرف يعني الوضع بسوريا، إن شاء الله الله بيفرجها علينا وبيفرجها على جميع الناس، وممكن الواحد كمان يقدر يعمل شيء بسوريا. نحن بنتأمل بكل الأحوال.